انت عارف طبعا يا مراد ان احنا اصحاب من زمان، وانا واثق فيك وفي اخلاقك، واحنا لازم نتعامل مع المساله بشكل موضوعي. ده اللي احنا دايما بنقوله للناس وبننصحه بيه. مظبوط يا فندم. انا بحط قدامك اختيارين، اما انك تيجي الشغل عادي وتمارس مهامك بشكل طبيعي، يا اما انك تاخد اجازتك الاعتياديه لحد الموضوع ده ما يخلص ونشوف حكايته ايه. انا بشكرك على الثقه دي يا فندم، بس انا افضل اني اخد اجازه. اوكي يا مراد، وان شاء الله ربنا هيظهر الحق. ان شاء الله. اشكرك. ايوه يا سليمان، اكتب امر اداري بتولي الاستاذ فتحي القطان مهام مدير البنك اثناء فتره غياب الاستاذ مراد الزيادي، بما في ذلك المهام والقرارات التنفيذيه، وهات لي الامر ده علشان نمضيه. مع السلامه. والله يا فندم ان شاء الله ربنا هيقف جنب حضرتك، دي اكيد اشاعه، حاجه متدبره يعني. ان شاء الله ربنا يظهر الحق. انا كنت عايز اشكرك جدا على موقفك معايا. يا استاذ مراد، احنا بنتعلم من حضرتك كل حاجه صح، منهم لله بقى اللي كانوا السبب. اشوف وشك بخير. مع السلامه يا فندم. طبيعي اللي يحصل، طبيعي جدا كمان. الو، اي الله، انت وصلك الخبر بالسرعه دي؟ الله يبارك فيك. شفت الخبير بتاعنا؟ ايوه يا سيدي. ايوه هو صح خبير، بس في حاجات تانية خالص. لا بقول لك ايه، اصبر عليها شويه بقى عشان نعرف نلعبها صح. بقول لك ايه يا رياض؟ ايوه يا فندم. انا عايزك في الفتره اللي جايه دي تعمل لي اجتماع مع جميع المرشحين بتوع الحزب في كل الدوائر، اصل في شويه توجيهات كده عايزهم يفهموها مني انا شخصيا. حاضر يا فندم، بس بعد اذن سعادتك يا فندم، احنا نهنئ انفسنا على التألق الغير عادي لحديث سعادتك في التلفزيون. ما تتصورش معاليك يا فندم رد الفعل عند الناس كان ازاي. هو في الحقيقة الحديث جه في الوقت المناسب. كنت عايز اقول لك ايه؟ ايوه، ما بلاش بكري يحضر الاجتماع ده، اصل انا في دماغي حاجة كده لسه بفكر فيها. ماشي اتفضل. مربي الأستاذ حسن تحت منتظر حضرتك. أنا عرفت أوصل لتقرير المعمل الجنائي بطريقتي وطلعت عليه. للأسف النتيجة مش في صالحنا. لكن الحمد لله
الولد محروس لسه في غيبوبه، لا بيتكلم ولا دريان باي حاجه، وده شاهد الاثبات الوحيد. بس المهم ان احنا نشكك في شهاده باقي الشهود. ايوه مراد، ما تزعلش من موقف رئيس البنك، هو طلب منك الاجازه عشان مصلحتك. انا متشكره قوي يا دكتور، ما تصورش انا كنت محتاجه لك قد ايه. اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. الحقيقه انا كنت مسافر في مؤتمر ولسه واصل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عرفت اللي حصل. الباقي في حياتك يا انجي. حياتك الباقي. اتفضل. انا متشكره قوي قوي لمجيتك. اتفضل. احنا اتفقنا يا انجي اننا اصدقاء، والاصدقاء لازم يقفوا جنب بعض في كل المواقف، وانا جاي اطمن عليكي وعلى ماما. انا مش قادره اسامح نفسي. ليه يا انجي؟ حاله هدى كانت محسومه من الناحيه الطبيه. صحيح الاعمار بايد ربنا، لكن موتها كان متوقع في اي لحظه. الله يرحمها. ما تتصورش الفتره الاخيره دي كنا قريبين من بعض ازاي. انا متاكد، زي ما انا متاكد ان ماما محتاجه لك قد ايه دلوقتي جنبها. انا اللي محتاجاها اكتر. انا لو بايدي اقضي عمري كله في حضنها كان عوضها عن موت هدى، وحست انا بالامان. حصل حاجه تانية في موضوع الحادثه؟ شفت اللي الجرايد بتكتبه؟ ما خدتش بالي، لكن ما اعتقدش اني قريت حاجه ملفته. ده في جورنال معين بيكتب كلام بشع، بيوصف اللي عملوا الحادثه انهم مش بني ادمين. وانتي ناويه على ايه؟ دكتور سالم، احنا اصدقاء، وانا بصراحه طالبه منك خدمه. وانا تحت امرك. انا قدرت اجمع معلومات عن الشاب اللي مات وعن اهله والحته اللي عايش فيها، ونفسي اقدر اساعدهم، بس طبعا لازم يكون في مبرر للمساعده دي. طبعا، والا كل الناس هتشك فيكي. يعني اقدر اعتمد عليك؟ اكيد يا انش اكيد. اسمع يا يوسف، اعمل انت عايزه، لكن الكلام ده لو اتكرر انا هتصرف معاك تصرف تاني خالص. وبعدين انت بتتكلم مع مهدي، روح لابوها وقول له اللي انت عايزه. هو كلام انا يا طنط ولا ايه؟ ما البلد كلها قرات الخبر في الجرايد. يوسف من فضلك، اللي انت بتقوله ده ملوش اي لازمه. انا عارفه كويس قوي انت جاي عشان ايه. اتفضل. لا انا كان قصدي، لو سمحت يا يوسف، من اللحظه دي كل اللي بينا انتهى. الدور على مين بعد كده يا مراد؟ ياه الحمد لله يا يوسف، ده كان كابوس وخلصنا منه. دي كانت هتفضل لازقلنا طول العمر. بس انا كده يا ماما مش هبقى طلعت ندل. ندل؟ اوعى اسمعك تقول على نفسك كده تاني. الله، انت واحد بتحكم عقلك، وبعدين انت ناسي انت مين وابن مين؟ وبعدين ايه مهدي يعني؟ ده لولا انها بس من عيله كويسه. وبعدين لما اسم العيله دي يبقى في التراب، يبقى مفيش أي مبرر إنك تربط اسمك بيها. أسفة أوي إني اتأخرت عليك. لا مفيش حاجة، بس أنا عارف إنك ما بتتأخريش برا البيت كتير. تاخدي إيه؟ قهوة مظبوطة. قهوة مظبوطة؟ في حد يشرب قهوة دلوقتي؟ أنت كده مش هتعرفي تنام. كويس قوي. ما هو انا مش عايزه انام عشان افهم ايه اللي انت بتعمله بالظبط يا مروان. عمر حلو. قهوه مظبوطه. حضرتك ايه بقى اللي انا بعمله انا؟ قصدك ايه؟ قصدي الشغل اللي انت مكلفني بيه. وسيبك من حكايه الترقيه اللي بيني وبينك والكلام ده كله، خلينا نتكلم على المكشوف ونجيب من الاخر. اوكي انا مش فاهمك، بس لو حاسه ان في اي حاجه غلط في الشغل انا مستعد انك تنسحبي فورا دلوقتي. مروان انا ما قلتش انسحب، انا قلت افهم. وبعدين يا سيدي لما اتنين يبقوا فاهمين هيقدروا يحموا بعض كويس. عايزه تفهمي ايه بالظبط يا نهى؟ طلبيت الاجهزه اللي انا رحت المعرض وعينتها وتعاقدنا عليها.
الطلبيه دي عدد قليل قوي من اجهزتها موجود في سجلات الشركه. بقيه الاجهزه راحت فين يا مروان؟ اتباعت. اتباعت؟ اتباعت لمين وازاي؟ لشركات تانيه اصغر من شركتنا. ومين اللي باعها؟ شركتنا. مروان انا مش فاهمه حاجه. بص يا ستي، شركتنا بتعتبر شركه كبيره قوي، وبتعتبر من اهم مستوردي اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها. المفروض ان احنا بنورد لجهات كتير قوي، وزارات، مؤسسات ضخمه، وشركات تانيه كتير، بس برضه ما بتكونش صغيره. كويس قوي. وبعدين قمت انا فكرت، لقيت ان في شركات صغيره بتشتغل في كميات معقوله بس ما بتقدرش تشتغل مع شركتنا ولا حجم طلبياتنا، فحليت المشكله. حليت المشكله ازاي؟ عملت شركه على الورق طبعا باسم واحد صاحبي، شركه صيانه، وخليت زياد بيه رئيس الشركه يمضي على العقد بتاعها في وسط عقود كتير قوي للصيانه. وبعدين من خلال موقعي دلوقتي في الشركه ابتديت اتعاقد على اعداد كبيره قوي من الاجهزه على اعتبار انها تدخل دوره الفحص في شركه الصيانه. المهم ترد شركه الصيانه باي رد، المهم ترفض الطلبيه وخلاص، وترجع انت تبيع الاجهزه بعد ما تنقل ملكيتها باسم شركه الصيانه وتحقق هامش ربح كبير. الو، هاي عبد الوهاب، انا عايزه اسهر، عايزه اسهر معاكي النهارده. لا لا لا، مش في الفيلا، عايزه اسهر سهره حلوه من بتوعنا، يعني ارقص اتعشى، عايزه اغير. والله بحاول، بس المفروض ان انت تساعدني. طب ده هايل. جميل، خلاص اوكي، يبقى نتقابل هناك. باي. انا خايفه عليك من الراجل ده يا بنتي. لازم اعمل كده يا ماما، لازم اوصل للسلاح اللي عاوز يذبحني بيه. انا مش بعمل كده عشان نفسي بس، عشان مراد، مراد الغلبان ده اللي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل. لازم اوصل لاصل الشريط، وانا هعرف ازاي اوصل له. مروان، اشمعنى انا اللي اخترتني عشان العب اللعبه دي معاك؟ اوعى تقولي علشان خاطر كفاءتك وشطارتك. احنا اتفقنا ان احنا نتكلم على المكشوف. من غير مبالغه، عشان كفاءتك وشطارتك. بس طبعا مش هو ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو اسمك. اسمي؟ ازاي يعني؟ انت بنت عبد الوهاب درويش. صحيح ان العلاقه بينكم غامضه دلوقتي، لكن ام سوري، ده باين في حاجات كتيره قوي، مظهرك، طريقه صرفك. أنا ماليش دخل بالعلاقات العائلية، لكن دوام الحال من المحال. ليه الأمور ما تتغيرش بينك وبين باباكي؟ ترجع المية لمجاريها؟ ساعتها مش أنت بس اللي هتستفيدي، ده أنا كمان. قصدك إني ساعتها هيبقى معايا فلوس كتير وأقدر أدخل شريكة معاك ونوسع دايرة الشغل. بالظبط كده. وهو ده هيبقى البيزنس الصغير بتاعنا. وافرض إن علاقتي بأبويا فضلت على نفس الغموض اللي أنت بتتكلم عليه، ده مش هيهد كل حساباتك؟ بالعكس. أنا بتعامل مع الواقع، بني حساباتي كلها على الواقع اللي أنا عايش فيه. علاقتك بباباكي ده حلم، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن الواقع بيقول إن بني عليكي حسابات تانية خالص. حسابات تانية إزاي؟ زي إننا نتكشف مثلا، ده بعيد جدا عن الواقع، بس برضه احتمال. وساعتها هتفرق معايا قوي إن يكون مروان لوحده أو معاه نهى عبد الوهاب درويش. قصدك إن بابا ممكن يحل المشكلة؟ مش بس كده، ده بتليفون صغير يشتري الشركة من صاحبها. عرفت بقى ان انا باني كل احلامي عليك؟ من زمان ما حسيتش ان انا مسيطر عليكي زي دلوقتي. بيساعدك الاحساس ده قوي يا عبد الوهاب، مش كده؟ بس ما بحسش بيه غير وانت جنبي. أنا عايزة أتكلم معاك شوية. اتفضلي. أنا كنت عارف إنك مش هتقدري تخبي كرهك ليا. باين في عينيكي. أنا بس عايزة أطلب منك طلبين. طلبين مرة واحدة؟ تلت المخالب تبان،
اسألي ولأني عارف مستوى طلباتك. أنا حاسة إنها هتبقى حاجة بسيطة قوي بالنسبة لك، يمكن كمان تكون تافهة، بس بالنسبة لي أنا مهمة قوي. أنا سامعك وهقرب منك عشان أسمعك أحسن. صورت الشريط ده إزاي يا عبد الوهاب؟ هواية، ممكن تسميها هواية. أنا من زمان وأنا عندي هواية جمع الذكريات، الحلو منها والوحش كمان. على فكرة الكاميرات دي كاميرات غالية جدا، بتصور بالإنفراريد، الأشعة تحت الحمراء، يعني ممكن أتصور بدون أي مصدر ضوء. عجبتني قوي 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 اللعبة دي، ومن ساعتها أنا بعتبرها مجرد هواية. طب وكل ده ليه؟ عشان تتجسس عليا؟ لا يا حبيبتي، زي ما كنت بقولك مجرد هواية. يعني في كاميرا فوق الفيلا؟ تمام. طب والباقي؟ الباقي هيفضلوا موجودين بالظبط زي البوليس السري اللي يرصد عليك كل تحركاتك. ها يا حبيبتي، ايه الطلب التاني؟ عبد الوهاب، انا مش قادره اتخيل نفسي اني اعيش معاك لحظه واحده تانيه بعد كده. ارجوك يا عبد الوهاب تطلقني. يا سيدي ما تقلقش، احنا هنا ماشيين بالقفول، يعني لو نجحت في فتره الاختبار ان شاء الله هتشتغل هنا. شكرا يا فندم، انا اوعد حضرتك ان انا ابذل كل جهدي. اسمع يا كريم، انت صحفي كويس وانا متتبع لكل كتاباتك وشغلك، ده بالرغم من اختلافي مع اساس الجنان بتاعكم. شكرا يا فندم. علشان كده عايزك تبتدي صفحه الحوادث، عايزك بقى يا بطل تشد حيلك، وعايزين رؤيه حياديه وموضوعيه للحادثه اللي كنت بتكتب عنها. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. ها احكي لي بقى يا عم عبده، اليوم اللي انا حكيت لك عنه شفت ايه؟ افتكر كويس يا عم عبده عشان نقدر نساعد الاستاذ مراد. حاضر يا بيه. في اليوم ده انا ما شفتش الاستاذ مراد وهو راجع بالليل بالعربيه، وافتكرته مسافر وهيبيت بره. هو الاستاذ مراد متعود يبيت بره كتير؟ لا يا سعاده البيه، لوحده تقريبا ما حصلتش ولا مره، ومبات بره بيبقى مع الست هانم وبنته في الاجازات يعني. طيب وبعدين يا عم عبده؟ تاني يوم الصبح صحيت لقيت العربيه، عرفت المواصل بالليل بعد لما نمت، قلت اقوم اغسلها زي كل يوم، لقيت على الاكسدام بس من تحت حاجه زي بقع دم. حتى انا فاكر وانا بغسلها كانت المايه نازله لونها محمر شويه. تغسلها وبعدين؟ مفيش يا بيه، الاستاذ مراد نزل صبحت عليه وسالته على الحكايه دي، قلت له حضرتك دوست قطه ولا كلب ليله امبارح ولا ايه؟ قام قال لي لا وسابني ومشي. وعملت ايه بعد كده يا عم عبده؟ قمت اشوف شغل اللي بعمله كل يوم. يعني انت متاكد يا عم عبده انك غسلت العربيه ومسحتها كويس؟ طبعا يا سعاده البيه. طبعا يا عم عبده متشكرين. عايز تقول حاجه تانية؟ ايوه يا سعاده البيه، عايز اقول لسعادتك ان انا قلت الحق، وانا مش عارف اذا كان ده في صالح مراد بيه ولا لا، بس اللي انا متاكد منه ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيه وينجح مقصده، لانه راجل طيب قوي وبتاع ربنا. اهلا سياده المستشار. اهلا بيك يا هاني، حضرتك والباشا اخيرا رضيتوا عننا. كل شيء بوقته، اتفضل يا مصطفى بيه. ولما الوقت الصح بيجي الناس بتتقابل. تحت امرك. الحقيقه اكون واضحه ومحدده معاك، انا ليا عندك خدمه. يا سلام، ده امر مش خدمة. العفو، أنا طبعا عارفة إن حضرتك دلوقتي من أكبر جهات الاستشارات القانونية في مصر، ده غير عمولات التوكيلات و... ونشاط غسيل الأموال. جيهان حضرتك بتقولي إيه؟ يا أستاذ مصطفى ما تقلقش، التفاصيل اللي عندي دي
مش أي حد يعرفها. جايز يكون في ناس كتير عندهم شكوك ناحيتك، لكن قليلين قوي اللي يملكوا الأدلة. ممكن أفهم حضرتك عايزة إيه بالظبط؟ أنا اللي عايزة أفهم إزاي حصل التحول الحاد ده في شغل حضرتك ومبادئك، من رجل قانون محايد نزيه شرس في الدفاع عن الحق لواحد من أكبر رموز البيزنس المشبوه في البلد. لا ده كتير، أكيد حضرتك فاهمة غلط. عن إذنك. أنا لسه ما خلصتش كلامي، أو بمعنى أصح عرضي. عرض إيه؟ أنا عايزة أوكلك في قضية، أنت الوحيد اللي ممكن تجيب البراءة للمتهمة فيها. أنا لسه مش فاهم حاجة. منى رضوان. منى رضوان؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. عندك حق، أصل الموضوع قديم، بقاله أكتر من 15 سنة. منى رضوان المحامية النابغة اللي تعلمت فن ومبادئ مهنة المحاماة على إيد أستاذها. منى رضوان طبعاً افتكرتها، بتاعت القضية المشهورة، قضية الكومي. مالها منى مدام إنجي؟ عايزين نبرأها يا مصطفى بيه، وأعتقد إن مكانة حضرتك دلوقتي تسمح بده. بس أنا ما ظلمتش منى مدام إنجي، وأي حد مكاني كان لازم يتصرف نفس التصرف اللي أنا عملته معاها. بس الموضوع ظهر له جوانب تانية وبقى مؤكد من براءة منى، وبعدين أنا كل اللي بطلبه منك رد اعتبارها. وعلى فكرة ده عنوان الكومي اللي اشترى الملف ومستعد يشهد بكل اللي حصل. قد كده تهمي؟ حسب ما افتكرت منى رضوان كانت الزوجة الأولى لعبد الوهاب بيه. دي تهمة تانية، والحمد لله خدت فيها براءة عقبال باقي المتهمين. يا أستاذ مصطفى، أنا لما طلبت الطلب ده من حضرتك متخيلة قدامي صورة بني آدم عظيم من 15 سنة كان ناس كتير قوي بتحلف بنزاهته وشرفه. جايز الشخص ده دلوقتي شايف إن هو كده أفضل، بس المؤكد إن في إنسانة مظلومة بقالها 15 سنة، وطول السنين دي ما تحولتش وبقت إنسانة تانية. لو أنا بكلم مصطفى أبو غالي بتاع زمان فأنا واثقة إني هشكره لإنصافه للمظلوم، ولو بكلم مصطفى أبو غالي بتاع دلوقتي فأنا مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض، بس لازم أوصل لبراءة الست دي. رجعتي الساعة كام امبارح؟ حوالي الساعة 12، مرضتش أصحيكي، كنت نايمة. لا أنا كنت صاحية وقاعدة في أوضتي، واستنيتك تجيلي، لأن أنتِ حتى ما فكرتيش تقولي تصبحي على خير. آسفة يا ماما، بس والنبي أنا صاحية ومبسوطة أوي النهاردة الصبح وفرحانة، مفيش داعي نتخانق. كنتِ فين يا نهى؟ ولا هو ده السؤال اللي هيخلينا نتخانق؟ كنت في الشغل يا ماما. لغاية الساعة 12 بالليل؟ والله يا ماما شغل، وبعدين أنا مش صغيرة، يعني مش هادية. الو. ايوه حبيبي صباح الخير. اه موجوده، ثانيه واحده. ده ايهاب يا نهى. الو. اي ايهاب ازيك؟ انا لا امبارح كنت في شغل، كنت في اجتماع وقافله جرس الموبايل، ما كانش ينفع ارد. ايهاب من فضلك ما تزعقش. خلاص يبقى نكمل كلامنا في الشركة، ولا أقولك بلاش نكمل كلامنا. آه يا باشا أنا كنت شايله وسمعتها ولدها، عارف يا باشا بيقول يصرخ بقى الحالها عربي، أنا دعت عربي، الراجل والست دول ضيعوني، لا ست جيبهم لي عربي، احنا ناس اشراف مالناش في المسخره دي، خد بتاعها عربي الناس دي. وكان يا سيادتك يعني مؤاخذه يا باشا، حضرتك عاوزني اقول تاني؟ تاني؟ وبالاداء ده؟ ده يبقى كتير قوي يا عربي. لا يا باشا لا، وهيفيد القضيه ايه نتاكد. لا متشكرين يا عم عربي. العفو يا باشا.
يعني معنى كده ان محروس كان صاحبك. صاحبي؟ ده شقيقي. كنا نقول ايه بقى؟ منهم لله الظلمه. طيب يعني انت كنت عارف بقى انه بيتاجر في الهيروين؟ هيروين ايه؟ لا يا باشا، الواد ده طول عمره شطان، ده اصلا لا له اصل ولا له صاحب ولا له عيله. وبعدين يا باشا انا اللي زيي الحمد لله، ماليش خلطه لعيال بتوع الحته دول، انا راجل في شغلي وفي حالي وبس. الله، ما كان صاحبك وحبيبك من شويه كنت عايز تاخد بطاره. لا يا باشا، الواد ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه. طيب يا عربي، وانت شايله ما قالكش مين هم تجار المخدرات اللي كان بيشتغل معاهم؟ ما هو صاحبك وحبيبك. لا يا باشا، وعهد الله ما نطق معايا بكلمه. يا باشا انا زي بقيه الناس، كل اللي اعرفه ان في راجل وست في العربيه، غير كده والمصحف ما اعرف. يا نهار اسود. طيب يا عربي، احنا متشكرين قوي، انا همشيك دلوقتي بس هبعت لك تاني. انت بتعرف تمضي مش كده؟ اه يا باشا. روح امضي على المحضر. متشكرين يا باشا، متشكرين يا باشا. الله يخرب بيتك يا محروس، الله يخرب بيتك. روح منك لله، اشم هيروين؟ ده انا اكتر حاجه بشمها شم النسيم. وبعدين يا هاب، فوق، اصحى. مش انت الانسان اللي هيضحك على روحه ويوهم نفسه بمشاعر بقى كلها زيف وكذب؟ ايوه كذب. نوى خلاص ما بقتش تحبك، ما بقتش حتى تستحمل تتكلم معاك. كل اللي شاغلها دلوقتي ازاي تبقى عند حسن ظن مديرها اللي بصلها بعين العطف وقال لها كلمتين حلوين. لازم تواجهها، لازم تحفظ اللي باقي من كرامتك. لكن لا، كرامتك تحفظها بانك تبعد، تسكت، تنسى ان في يوم من الايام حبيتها. طب يا حاج، وساعة الحادثة انت شفته وهو فايق؟ ايوه بيه شفته، كان صناديق الخشب فوق دماغه بس ما كانش بيتحرك، لكن كان فايق وبينطق. كويس قوي يا حاج. كان بيقول ايه بقى؟ الحقوهم الحقوهم، الراجل والست اللي معايا هم اللي خبطوني. ها، وايه تاني؟ فضل ماسك في الكلمة دي وبعدين اغمى عليه لما ابتدت الناس تهل من الجامع علشان تشيله. ايوه حاج، يعني ما كانش بيقول الراجل والست دول بيقولوا ايه، شكلهم ايه؟ لا يا بيه، ما كانش بيقول حاجه خالص. غريبه، امال الناس بتقول كلام غير ده خالص ليه؟ كلام زي ايه يا بيه؟ يعني بيقولوا ان الراجل والست دول كانوا في العربيه في وضع مش مظبوط. وده اللي خلاهم خبطوا ابراهيم ومحروس لما حاولوا يمسكوه. انا برضه بيه زي الناس، سمعت الكلام ده وضحكت. ضحكت؟ ضحكت ليه يا حاج؟ اصل الناس يا بيه بتكذب الكذبه وهم اللي يصدقوها. يعني لو في راجل وست عايزين يعملوا حاجه مع بعض، ايه اللي يجيبهم حته متطرفه زي دي فيها عيال مقاطيع زي محروس، ولا تشوفهم عربيه دوريه من بتاع الحكومه؟ يعني ده رايك يا حاج؟ طبعا يا بيه، وهي الناس تايهه عن محروس واللي زيه. طب اشمعنى في اليوم ده بالذات اللي يعمل فيها انه عنده نخوه وشرف؟ ده كل ستات وبنات الحته ما سلموش من رزالته وقله ادبه، حتى مراته كانت بتشتكي طوب الارض. يعني محروس وابراهيم ما كانوش بيدافعوا عن الاخلاق والشرف زي الناس ما بتقول؟ يا بيه، اللي يدافع عن الشرف لازم يكون في الاصل عنده شرف. صحيح الواد ابراهيم راح في الرجلين وربنا اللي يعلم باصل الحكايه، لكن اللي اكيد اكيد ان الواد محروس خد جزاء. وعندك هنا فرع نيل عشان نرد على الفيل. شاك يا عم رضا، كنت تعالى شوفني. يلا يا رضا وانا واقف قدام ضابط المباحث. واقف ايه؟ اسد اسد. بس الغريب يا جدع ان الراجل العفش ده طلع راجل كبير وشايب وعايب، وانا كنت بحسبه حته عيل صغير وبيروش. صغار ايه؟ ده راجل كبير في السن، باين من صورته في الجورنال. بس الغريب يا اخي انه لما خرج من القسم من العربيه بان الا كده وصغير. خرج من القسم نهار محوكس وما اتحبس؟ خرج بكفاله لحد ميعاد القضيه. طب ما فيش اخبار عن الست اللي كانت معاه؟ اكيد هيجيبوا قرارها، ضابط المباحث اللي هنا وعر قوي ما بيفوتش الهوا. مصيبه يا اخي، الست دي كمان تطلع كبيره، يبقى العيال دول راحوا في الفطيس. بقول لك ايه، انا اروح اشوف الحاج بكر اتاخر ليه في النزول النهارده. لا لا لا، طب الحساب يا رضا. كريم انت فين؟
انا قلقان عليك قوي. قلقان عليا ليه؟ انا زي الفل اهو. اصلا انا عرفت من ايمان انك سبت الشغل. انت عشان كده قلقانه بقى؟ طبعا قلقانه مش شغلك. وبعدين لما كنتش انا اللي هقلق عليك مين هيقلق؟ يا ربنا يخليك، ده احنا اللي نشيلك جوه عنينا. كريم بقول لك ايه، انا رايحه لام ابراهيم عشان اطمن عليها، تحب تيجي معايا؟ والله انت بنت حلال، يلا نروح لها سوا. تعالي يلا. رضا خير؟ في حاجه؟ صباح الفل يا ست العرايس. صباح الانوار يا سي كريم. هو الحاج راحت عليه نومه ولا ايه؟ لا بابا نزل من بدري مع المحاسب، متهيالي راح الضرايب. راح الضرايب؟ هو حضرتك كنت لوحدك فوق لما مؤاخذه ولا ايه؟ لا معايا دادا عيشه. في حاجه؟ لا مدرسة الكل بالاذن. سلامة سي كريم. مالك يا كريم؟ انا مش فاهم رضا ده كان بيبص لنا كده ليه؟ انت مالك وماله؟ هتعمل عقلك بعقله؟ المشكله انك ازاي عقله كده كتير. بقولك ايه؟ اسبقين انت لام ابراهيم وانا هحصلك. ليه؟ ما نروح سوا مع بعض احسن، انا هستناك. لا لا لا، روحي انت بس يلا وانا هاجي وارجع على طول. يلا اتفضلي. الف مبروك، ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله وتبقى اكبر شركه في البلد. لا بلاش اكبر شركه دي، لحسن عبد الوهاب يطيرها من اولها. هو فعلا مش هيسيبك، انا عارفه كويس. ما انت محوميه او انت، امال انا جايباكي ليه؟ انا اذا كنت وانا معاكي دلوقتي شكلي لا محاميه ولا غيره. انا عارفه لو كنتي وكلتي اي محامي من عندك بالشركه مش كنت ريحتي نفسك من التعب ده. لا انا عايزه اوكلك انت، مزاجي كده. طب ازاي ما انت عارفه؟ انا ليا ليكي خبر حلو قوي، هاكلك عليه حاجه حلوه. خبر؟ خبر ايه؟ بص يا ستي، قابلت مصطفى ابو غالي ووعدني ان هو هيعمل اجراءات اعاده قيدك في النقابه تاني وباسرع وقت. انا؟ طب ازاي؟ وازاي هو وافق؟ ده انا ياما حاولت اقابله ومعرفتش. ايه؟ انت فاكره نفسك لوحدك اللي شاطره؟ على راي الاستاذ انور عبد الهادي، الخير بيدي قوه. مين استاذ انور ده؟ ده العضو التاني في كتيبه الانتقام من عبد الوهاب درويش، وهنقابله دلوقتي في الميدان. ميدان ايه؟ ميدان الحرب؟ لا الميدان اللي جاي ده. انت فين يا رافع؟ ده انا مستنيك من امبارح. والله ساعتك يا باشا كنت راقد، حد اسال السور اللي جاي. والله يا باشا. طيب رافع ما تخافش، انت مالك؟ انت خايف كده ليه؟ انت خايف ولا عيان؟ يا ده انت سخن قوي. انت عايش مع مين يا رافع؟ كنت قاعد مع اخويا صياد يا باشا، واخدين اوضه في بيت المعلم نزيه يا باشا. والله العظيم يا باشا انت بتمسكني زي ما مسكت اخويا، والله العظيم ما عملت حاجه. يا ابني ما تخافش ما تخافش، هنمسكك ليه بس؟ قول لي يا رافع، انت يوم الحادثه لقيت حاجه تاني غير التليفون المحمول؟ لا والله يا باشا، والله العظيم لقيت حاجه تانية. والله يا باشا والله العظيم لقيت حاجه تانية. والله العظيم. طيب انت شفت محروس ابراهيم وهم مخبوطين، محروس كان فايق ولا مغمى عليه؟ هو كانت عينيه مقفله كده يا باشا، بس انا رحت نادات الناس من الجامع الساعة 3 الفجر، كانوا بيقولوا قصادي ساعة ما رجعنا انه كان بيفوق ويغمى عليه تاني يا باشا. والله العظيم هو ده اللي حصل يا باشا. انما انت ما سمعتوش؟ لا والله يا باشا، والله العظيم ما سمعته يا باشا. وبعدين احنا كلنا اتلخمنا ازاي نشيله ونشيل ابراهيم الله يرحمه يا باشا، بس الناس كلها كانت بتقول ان محروس كان فيه نفس. طيب واخوك صياد؟ ماله يا باشا؟ ما انت عارف انه ضربني يا باشا واخد مني عده التليفون، وبعدين اتمسك بيها. طيب يا رافع، يعني انت ما تعرفش ان اخوك صياد بيشتغل في المخدرات؟ اعرف انه بيشتغل في كل حاجه يا باشا، بس لو طلبت منه فلوس سلفه يعني يا باشا عدم المؤاخذه ممكن يضربني ويعلقني في الحيطه يا باشا. والله العظيم يا باشا. ده انت سخن قوي. طب يا رافع خد يا حبيبي رش كلونيا عشان تفوق. خد. قول لي بقى انت جاي لوحدك مش كده؟
والله يا باشا اصل انا صبحيت ربنا وانا بسرح. هدى اسند معايا ولا اقول لك انزل تحت خليهم يطلعوا لي العربيه. اقعد يا رفض، اقعد يا حبيبي، اقعد على مهلك على مهلك. خيرك يا بنتي، كتر خيرك يا ابني، ربنا يجعل دعاي ليكم من حدكم ومن نصيبكم. بالشفا يا ماما. طب يا كريم مش كنت تاخدني معاك وانت بتجيب الحاجات دي؟ فيها ايه يعني؟ بقولك يا ام ابراهيم. نعم يا ابني. نعم. مش انت بتعتبريني مكان ابراهيم ابنك الله يرحمه؟ ربنا هو العالم يا ابني، اذا كنت انت ولا نوره ولا ايمان كلكم ولادي. كويس قوي، يبقى انت مش هتقعدي هنا لوحدك، هتيجي تقعدي معايا بدل ما انت هنا لوحدك وانا هناك لوحدي. لا يا ابني كتر خيرك، ده احنا في زمن الواحد مش عارف يشيل هم نفسه، هتجيب لي نفسك هم على همك ليه بس؟ طب هقول لك على حاجه، انا هتفق معاك اتفاق، لو ما استريحتيش في القعده عندي انا بنفسي اللي هرجعك هنا، وشهدي نوره كمان اهو. اه يا ماما الحاج عشان خاطري، وهو بيتي هيبقى تحتيكم على طول، يعني لو كريم مش موجود انا هطلع شقر عليك. الا يا ابني كتر خيرك، وانت ايه بس اللي هيربطك بيا؟ انا ست عاجزه وهتخبط هنا وهنا. لا يا سيدي خليني هنا. انا خدت على الحيطان وعلى الشقوق وربنا بيكرم. ام ابراهيم مفيش كلام تاني في الموضوع ده، يلا يا نوره قومي ساعديها عشان تلم حاجتها وهدومها. ام ابراهيم انا متعطل على شغل. طيب حاضر، اقول ايه بس كتر خيركم يا اولاد وربنا يخليكم لي. ايه راي حديثك يا عم انور في الخطوات دي؟ هايل يا بنتي هايل، وزي ما قلت لك هتلاقي ناس كتير قوي حواليك نفسهم يساعدوك ويساعدوا انفسهم. انت ربنا هيجازيكي كل خير يا انت، وحتى لو في ناس حبوا يؤذوكي اكيد ربنا هيبعد عنك شر. ونعم بالله. المهم يا جماعه انا نفسي بقى ان انتوا تبتدوا في الخطوات الرئيسيه للشركه دي، احنا مش عايزين نسيب اي حاجه للصدفه، لازم نبقى مخططين من الاول صح جدا. مفيش فايده، مش ممكن هتنسى انها مديره في يوم من الايام. ايه بس يا عمان انا غلطت في ايه دلوقتي؟ عموما انا اسف، انا بس كل حماس ان الشركه دي بقى تبتدي، نفسي نحقق فيها كل احلامنا. انا يا بنتي بضحك معاك، احنا بتقول يا منى ان المديره بتاعتنا تبقى زي القمر كده. لا طبعا. ايه يا عم انور الشقاوه دي؟ بصوا بقى ما تخلونيش اضحك، انا لازم دلوقتي البس الماسك. ماسك؟ أيوة. ماسك ايه؟ الماسك اللي بخوف فيه عبد الوهاب درويش. ايه يا جماعه اصحوا معايا، يلا انا هقوم اسيبكم تشوفوا انتوا شغلكم. اتفضل. سلام عليكم. مع السلامه. في واحد عندك في المكتب وبيقول انه مهندس كمبيوتر وفي ميعاد مع حضرتك، بس انا ما عنديش الميعاد ده. اه مظبوط، هو فعلا كلمني في التليفون وقلت له يجي لي بسرعه يظبط لي حاجات في الكمبيوتر، خليه يدخل ما تخليش حد يدخل دلوقتي خالص. حاضر. اتفضل يا باشمهندس. اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. انا اسفه جدا على الطريقه اللي قلت لك تقدم نفسك بيها، معلش انا قلقان قوي والحقيقه مش عايزه حد يعرف هنا خالص. طبعا يا هاني انا مقدر قلقك ولازم ناخد احتياطاتنا برضه، تسمحي لي ابدا الفحص فورا؟ طبعا يا ريت، بس يا ريت حضرتك تطمني الاول، هل انت متاكد فعلا ان انت تقدر تحدد لو في اجهزه مراقبه او تصنت مهما كانت حديثه؟ طبعا يا فندم دي شغلتنا، وحضرتك عارفه ان شركتنا بتتعامل مع جهات مهمه جدا. طبعا مفهوم، اتفضل. ويا ريت ما يطلعش فيه حاجه وما يكونش فيه اجهزه سجلت كلامنا ده كله، عموما هنشوف. خير يا دكتور؟ عنده التهاب رئوي حاد، لازم يفضل في المستشفى لغايه ما حالته تستقر. وماله يقعد؟ ولو كان في اي مصاريف انا مستعد ادفعها فورا. لا المستشفى هنا مجانيه، بس هو في بعض الفحوصات او المستلزمات بيبقى لها اجر رمزي. طيب انا هدفع مبلغ تحت الحساب وهسيب رقم تليفوني، لو احتجتوا اي حاجه كلموني. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا دكتور. هو حضرتك تعرف الولد ده منين؟ يعني انا اسف بس حضرتك بتقول انك ظابط مباحث والولد دوت شكله كده من الاولاد بتوع الشوارع. هو سرق حاجه من حضرتك وحضرتك مسكته؟ احنا اللي سرقناه يا دكتور. الزمن اللي خلى طفل صغير زي ده
يعيش من غير ما ولا حد يهتم بيه هو اللي سرقه. سرق ضحكته ومراته ودلوقتي بيسرق صحته وعمره. يعني حضرتك ما تعرفوش؟ كده كله تمام، ودي شهادة بنتيجة الفحص بإن المكتب نظيف. يعني أطمن حضرتك متأكد؟ بتهيألي حضرتك شفت بنفسك، بس أنا كنت عايز أعرف حضرتك بتعملي الفحص ده بشكل روتيني ولا كنت شاكة في حاجة؟ والله أنا كنت شاكة وكنت حابة أتأكد. عموما أنا متشكرة أوي. تحت أمرك يا فندم. متشكرة، مع السلامة. وسهلا، اتفضل. وانت ما ينفعش معاه غير كده بقى يا استاذ حسين، لازم اقابلك تحت الجرنان واخطفك عشان نقدر نقعد مع بعض شويه. انا تحت امرك يا حاج بدري، بس هنعمل ايه بقى؟ الواحد بيبقى وراه 100 حاجه في اليوم، واليوم زي ما انت شايف بيخلص هوا. انت هتقول لي طب والله حكايه الانتخابات دي واقفه عليا بالخساره، اتلخبطت خالص لدرجة المحاسب جالي لحد البيت علشان يضمن ياخدني للضرايب. يا رضا، يا رضا، يا رضا. نعمين نعمين يا حاج. اه تعال اشوف الباشا هيشرب ايه قبل ما نجيب الغدا. لا يا حاج لا، فين من حكاية الغدا دي؟ استنى بس يا استاذ حسين، روح اقعد هات القهوه. مظبوط. الله، ايه مالك؟ ما تفرد وشك، مكشر كده ليه؟ ولا حاجه يا حاج، اصل مؤاخذه يعني واخد في نفسي شويه. اصل انا بحبك يا حاج. الله يخيبك، عشان بتحبني اقعد تكشر في وشي؟ اصل الموضوع يا حاج ايه؟ بتقول ايه؟ طب روح انت هات القهوه. حاضر. يا حاج مالك؟ الواد اللي بيشتغل عندك في الجرنان اللي اسمه كريم ابو النجا. كريم؟ ماله كريم؟ ده انا اتصلته من يومين. كريم خيب يدور على لقمه عيش، لكن وشرفك لخليها تقف في زوره. الله، حصل ايه بس يا حاج؟ عملك ايه كريم؟ الواد مستغل ان انا مشغول في الانتخابات وبيرسم على بنت نوره. لا لا يا حاج، كريم مش بتاع الحاجات دي، ده واد مهذب. هو صحيح في الشغل دماغه طاقه حبتين، انما عنده اخلاق. وحياتك انت ما تخافش الا من الاصناف دي. وبعدين هو هيروح مني فين؟ انا قاعد له هنا. الو، مين؟ عايزك تسمعي اللي بقولك عليه كويس. المكالمه دي انجي هانم، مكالمه تعارف، ولازم تفهمي ان انا اللي في ايدي عايشك في العز والنغنغه اللي انت فيهم، وانا برضو اللي في ايدي ادخلك السجن. وانت عارفه يا حلوه وانا عارف.